لكن اليوم على إيقاع مختلف من بين سماته للأسف الشديد رغبة بعض الجهات في تبخيث هذه المهنة، كما هو الحال بالنسبة لمهنة التعليم، بل الأنكى من ذلك محاولة تبخيص العمل السياسي وتزكية التقنية المفتقرة للرؤية السياسية كبديل لا بعيدة. لا أريد العودة إلى ما ميز امتحان الأهلية لممارسة مهنة المحاماة من ضجة وما تبعناه من محاولة للتضييق على المحامين على المستوى الضريبي، تلك المحاولات التي كنا في الحركة الشعبية عبر مواقفنا وعبر مداخلات فريقينا في البرلمان في الخندق الأول للتصدي لها، وربما قد تكون هذه المواقف من عوامل تواجدكم بيننا. قدركم اليوم قدركم وقدر مهنتكم أنكم ابتليتم ربما بمسؤول على رأس القطاع العدل عدل عن إصلاح القطاع، وهو ابن المهنة، لكن المواقع مع كامل الأسف تنسي البعض أهلية المواقع، وعوض الإنصات وتقوية روح الفئوية والانتماء فضل الانسلاخ عن الذات في مشهد سوريالي كافكائي يحيو إلى الأذهان رائعة الكاتب التشيكي رائد الكتابة الكابوسية فرانس كافكا تحت عنوان المسخ لميتامورفوز، فتنكر للمهنة والزملاء متوسلا أسطوانته المشروخة لن نسمح بالتهرب الضريبي، وكأننا كنا نجادل في أحقية هذه المسؤولية المواطنة. ضرائب تنجز سيتوايان اللي هو تقليل الضرائب طبعا، بل وتعدى استفزازه لزملاء الأمس اللي غادي يكونوا أيضا زملاء الغد، وزاد في عنصريته المعقودة نحن نمثل الدولة ولن نقبل لي ذراع الدولة. وهنا أقول لهذا العضو الحكومي الشامل عن الدستور والجاهل الفصل 42 من الدستور أن صاحب الجلالة هو ممثل الدولة الأسمى. طبعا أما عضو الحكومة ليس إلا عضوا في حكومة بأكملها هي جزء من الدولة، وسبق وأن نبهت وأنا أخاطب سيد رئيس الحكومة أنه وجب على أعضاء الحكومة ربما التمييز فللدارجة إما يضبطوا المفاهيم ولا يضبطوا لسانهم. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.